الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده من مطبخ لايف. هكون معاكم ريحه وجدي، وحلقه لذيذه وحرشه جدا جدا. ايه هي بقى معانا النهارده؟ معانا مسقعه باللحمه المفرومه، حاجه كده جميله جدا، ومعاها كده طشه بالثوم، حاجه روعه جدا، ان شاء الله تعجبكم. ومعانا كمان ايه؟ معانا بطاطس بيوري كريمي لذيذه مع زبده روعه جدا جدا، هتاخد حيز كبير جدا في المعده وفي القلب الاثنين مع بعض. الاثنين معانا باللحمه المفرومه، لحمه معصجه كده ولذيذه. اول حاجه نبتدي بيها صينيه المسقعه عشان هنديها وش حلو كده في الفرن. معانا نص كيلو او وحدتين من البتنجان الرومي مقلي بالطريقه اللي تحبيها، انا قليها في الزيت بصراحه، انا بس عشان ما ياخدش معانا زيت كتير قطعته، رشيت عليه رشه ملح، المفروض يستنى ساعتين اكتر شويه زي ما نحب يعني، بس انا قليته بسرعه عشان طبعا الحلقه بتاعتنا. وقليت جنبيه شويه فلفل حاميين جدا مشطشطين على الاخر. ومعانا كمان للمسقعه الحلوه وحده بصلايه وعصير طماطم، ومعانا توم، ومعانا لحمه مفرومه. يلا بينا نعصج اللحمه ونقول المقادير واحنا شغالين مع بعض. هنعصج اللحمه كلها مع بعض عشان هناخد جزء للبطاطس البيوري بتاعتنا وجزء للمسقعه. الاختلاف هنا ما بين اللحمه المفرومه والبطاطس البيوري بتاعتنا ان اللحمه المفرومه بتاعت المسقعه هتكون فيها شويه صوص طماطم وفيها شويه توم كده حرشين وحلوين مع شويه فلفل اسود شويه كمون معتبرين، ودي الفرق ما بينها وما بين البطاطس البيوري بقى، هتكون لحمه معصجه بس بالبصل، شويه قرفه بسيطه لو انتوا عايزين، وكمان ملح وفلفل اسود وبس على كده. ملكه البطاطس بتاعتنا اللحمه المفرومه والزبده. الزبده هنا ليها عامل فظيع جدا جدا مع البطاطس البيوري. طيب خلينا نبتدي في المسقعه بتاعتنا. زي ما قلت لكم حبتين من البتنجان الرومي، شويه فلفل كده حلوين وحرقين، وكمان لو عايزه تضيفي لها بطاطس محمره تمام، مش عايزه انت حر. هنا بقى هشتغل بزيت اخدته من قلي البتنجان، يعني احنا قلينا البتنجان بتاعنا، صفصفه اللي بتنزل من البتنجان من الفلفل او حتى كمان شويه من الموجودين في الطاسه هناخدهم ونشتغل بيهم. ليه بقى؟ عشان ريحتهم البتنجان والفلفل وحاجه كده ايه عظيمه جدا جدا. هناخد شويه زيت حلوين كده، هنقطع فيهم البصلايه بالتقطيعه بتاعتي، مش على البورد ولا في الكبه، ولا ايه، ولا هعملهم في الكبه كده في السريع احسن. تعالي، ليه هعملهم في الكبه؟ عشان عايزاها حتت صغيره اصغر من اللي انا بقطعها بالسكينه، مع اني بحب تقطيعتي بتاعت البصل، بس انا هعملها في الكبه كده ايه في السريع كده. بس كده تمام تمام هخليه عشان هننزل فيها الطماطم بتاعت برضو المسقعه بتاعتنا. حلو حلو، هناخد اوكي دي، هنا الزيت سخن شويه بس انا هسيبه يهدى حبه. هنقلب البصل في شويه الزيت اللي احنا حطيناهم دول، بس هبعد لسعة الزيت مش حلوة. هناخد كده بالمنظر ده، ناخد كل البصل الحلو بتاعنا ده يتشوح تشويحة حلوة مع الزيت. هننزل معاه بفصين توم حلوين، وبعد كده اقول لكم هنعمل ايه. نرجع الطاسة بتاعتنا كده، نشوح بس حلو جدا جدا كده بالمنظر ده، عايزينها بس تصفر. وهننزل عليها باللحمه المفرومه نعصجها كويس، وبعد كده نبتدي نقسمها ما بين البيوري وما بين المسقعه بتاعتي. المسقعه بقى حاجه كده عشق، يعني عشق جدا جدا جدا، خاصة لما تبقى مشطشطة كده وحرشة وفظيعة مع عيش بلدي بقى، يا سلام، حاجة كده فظيعة جميلة جميلة. يعني ريحة الزيت اللي من
من قلية البتنجان والفلفل عظيم 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 يعني. هناخد كده تصفر بس شوية كمان. لا انا اعمل بقى لحمة البيوريه لوحدها عشان انا نسيت هنا واخدت زيت البتنجان، فمش هينفع نعمل بيه البيوريه، ده هيبقى حاجة صعبة يعني، الموضوع هيبقى صعب جدا جدا. نفتح دي كده، يلا تحريكة لذيذة للبصل الحلو بتاعنا ده، بريحة حلوة قوي ده. هناخد كده، بصوا هنا ابتدى ايه ياخد لون بسيط، هنسيبه بس يحمر شوية معانا كمان ونبتدي ننزل عليه اللحمة، تتشوح كويس جدا جدا ونشوف هنحط عليها ايه عشان تعلي معانا الطعم كده وتخليها لذيذة. بصوا انا عايزة اللون الحلو ده يغمق سنة بسيطة كمان، سنة يعني هفوة كده. طيب للبطاطس البيوري عايزين حتة زبدة، نسيبها تسيح كده براحتها وننزل عليها اللحمة على طول. لا هننزل عليها بصلاية كمان الأول طبعا، مش عايزين ننسى. يلا سيبها تسيح براحتها لحد ما نجهز لها البصلة بتاعتها. بصوا بقى هنا البصل، ايوه كده لون لذيذ حلو. هناخد جزء من اللحمه دي ننزله هنا، نفتفتها كده مع البصله بتاعتنا بالمنظر ده، تتفتفت كده. تشوح كويس بالمنظر ده. بصوا شربة الإدام اللي احنا عاملينه اللي هو الزيت مكان التحمير بتاع البتنجان والفلفل، وقلت لكم لو انتوا عايزين تزودوا بطاطس على المسقعة بتاعتنا طبعا ينفع جدا جدا جدا، اللي حاب يزود عليها اي حاجة مفيش مشكلة خالص. بالمنظر ده كده تتشوح حلو، هسيبها تاخد لون وانا هروح اعمل البصله بتاعه البيوريه ونرجع لها مره تانية. نظبط بس المكان هنا حوالينا ده، خلاص مش محتاجينه، هنحطه هنا بالمنظر ده. مش عايزه اسيبها بس صراحه ريحتها حلوه، فحاسه مش عايزه اسيبها وامشي. هناخد كده هسيبها تتشوح كده شويه كمان، هعمل البصلايه بتاعت البيوري بتاعتنا، انا عايزه بصلايه صغيره يعني مش محتاجه بصلايه كبيره خالص. ناخد كده بالمنظر ده ونقفلها ونعمل كده بس خلاص. تمام تمام هننزل دي فين بقى؟ هننزلها على الزبدة ونسيبها تتشوح براحتها، وبعدين ننزل عليها بجزء من اللحمة المفرومة ونشوف هنعمل ايه دلوقتي كده مع بعض. هنا البطاطس بتاعت البيري سلقناها في مية وملح بس، ما حطيناش اي حاجة تانية عليها خالص. نسيب دي بقى ايه تتشوح كده مع نفسها، نرجع للحمة بتاعتنا مرة تانية. في المرحلة دي بقى ممكن نضيف شوية فلفل اسود، رشة الملح الحلوة بتاعتنا. انا بس بفتفت اللحمة كده عشان ما تبقاش كتل. ايوه بالمنظر ده. تعالوا بقى نشوف هنحط ايه
عايزين رشة ملح كده صغنططة. عايزين رشة فلفل اسود حلوة كده محترمة، وعايزين حتة ثوم. ونشوح بقى ونشم الريحة العظيمة اللي هتطلع. ممكن كمان تضيفوا الثوم مع البصل اللي احنا شوحناه في الاول، عادي مش هتفرق كتير خالص. نسيب دي تاخد كده مع نفسها شوية، ودي لما الزبدة تبتدي تطلع ريحتها مع البصل زي دلوقتي، ننزل بجزء من اللحمة المفرومة بالمنظر ده. اه كده كفاية قوي، احنا مش عاملين لحمة مفرومة كتير، مش عاملين قصدي بطاطس كتيرة. سيبها بس ايه تسخن شوية ونبتدي نفتفتها. هنا بقى دي محتاجة الطماطم اللي احنا قلنا عليها، بس ريحة الثوم تطلع شوية، ريحة الثوم تطلع. وننزل عليها بعصير طماطم، تقريبا نص كيلو طماطم مثلا، ومعلقة بيوريل طماطم كده، معلقة كبيرة وحلوة عشان تدينا لون وتسبيكة حلوة قوي قوي قوي. شيلها بس من على النار لحد ما اخلط الطماطم بتاعتنا. نص كيلو بس من الطماطم او اقل كمان، يعني ما بيحبش فيها الطماطم كتير ما يحطش، يكتفي مثلا بتلات اربع وحدات ايه من الطماطم كده بالمنظر ده. كده جرجريه تروح مكانها. بالمنظر ده وناكل احلى احلى طبق مسقعه. ممكن كمان ما ندخلهاش الفرن، يعني عادي جدا جدا، ممكن نكتفي ان هي تتسبك على النار من فوق وخلاص. يعني انا الاول كنت بعملها كده، بعد كده لقيت نفسي بحبها جدا لما تدخل الفرن، بتبقى طعمها عظيم قوي، يعني حاجه كده لذيذه كده وجميله قوي. هنفرم الطماطم دي كده، هروح بس اقلب ال، محتاجين نقلب هنا لحمة البيوري بتاعتنا، عايزينها بس تتشوح تاخد لون كويس، وبعد كده نشوف هنعمل بيها ايه. نقلب بس كويس كويس كويس. ومعانا فاصل، وعبال ما تروحوا الفاصل وترجعوا اكون قلبت شويه في اللحمه بتاعتي وظبطتها كده، ونشوف هنعمل بيها ايه. استنوني. ورجعنا لكم مره تانية من الفاصل، وافكركم كان معانا ايه. كان معانا مسقعه، وكان معانا بيوري، وابتدينا نعمل في اللحمه المفرومه بتاعه المسقعه. وعملنا ايه بقى؟ حطينا شويه زيت من اللي حمرنا فيهم البتنجان والفلفل، وقلبنا فيهم بصلايه كده تتشوح كويس جدا جدا، وبعدين نزلنا باللحمه المفرومه، شوحنا كويس قوي. وبعد كده نزلت بمعلقه ثوم حلوه، وقعدت برضو اشوح شويه كمان. وبعد كده نزلت بعصير الطماطم اللي انا خلطته معاكم، بس واحنا في الفصل رحت منزلاه كده في السريع، قلت ياخد غلوه لحد ما تجولي مره تانيه. ودي وحطينا بقى رشه ملح ورشه فلفل اسود، واللي يحب يحط رشه كمون كده بسيطه تمام ما فيش مشكله، بس انا ما بحبش احط كمون يعني. حلو حلو. وهنا بقى عملنا البصلايه بتاعه اللحمه المفرومه بتاعه البيوري بتاعتنا، وهي بتتشوح. حطينا حته زبده ومعاها بصلايه صغنططه كده حلوه، وحطينا تقريبا اكتر من ربع كيلو لحمه مفرومه بحاجه بسيطه، او هنقول ربع كيلو لحمه مفرومه. وهنا بنفتفتها، وهننزل عليها بالملح والفلفل الاسود. لو حابه تحطي سبع بهارات تمام، بس عارفين كل ما كان اضافاتها بسيطه كل ما كانت احلى بكتير جدا جدا. طبعا طعم اللحمه بيبان هنا لما بنحط ايه بهارات بسيطه زي الفلفل الاسود، الملح،
ممكن نحط سن السبع بهارات مفيش مشكلة. هنا حطينا بيوريه طماطم عشان نعزز بس اللون وطبعا نكهة يعني أكيد. تمام تمام أنا تقريبا محتاجة بس هنا ربع كوباية مية عشان تتسبك معايا كويس قوي، بس كده أقل كمان من ربع كوباية مية، أنا عايزاها بس تتسبك معايا كويس، وعشان التسبيكة ما تعملناش حموضة وتبقى تقيلة على المعدة هنرش رشة سكر، بتفرق جدا في الطعم، وكمان بتحس كده ان التسبيكه واخده حقها في التسبيك كده في الغليان بتاعها. رشه سكر بسيطه جدا يعني لا تسكر خالص، مش هتاثر على الطعم بتاعنا خالص. تمام تمام انا بس عايزه اوارب الغطا شويه عشان ما نتبهدلش، عايزه بس نقلب بالمنظر ده كده، تغلي غلوه كويسه وبعدين نشوف بقى اذا كانت محتاجه شويه ملح كمان شويه فلفل اسود، ونرص الصينيه بتاعتنا وندخلها الفرن. ومش عايزين ننسى طشه التوم بقى اللي بعملها لها كده، بتبقى لذيذه جدا وحلوه قوي قوي. هنا اللحمه المفرومه اللي احنا عملناها في بصلايه صغيره مع حته زبده كده حلوه، وشوحناهم كلهم مع بعض، وبعدين نزلنا باللحمه المفرومه عليها، ودلوقتي ننزل ملح حبه كمان، هنا فلفل اسود، عايزه بقى هنا تعززي الطعم اقوى وتحطي مكعب مرقه، حطي مفيش مشكله هيبقى برضو لذيذ مفيش مشاكل خالص. انا هنا بس عايزه اديها واحده لورا كده تعزز الطعم كده والنكهه بتاعتنا، وكمان الورق اللورا سمعت ان هو بيحول الدهون بتاعتنا، وهنا عشان الزبده كمان برضو عايزه اقول لكم، هنا بقى اللورا مع الزبده مع اللحمه المفرومه بتدي ريحه حلوه قوي. ممكن كمان اللي بتحب الحبهان الباودر ترش رشه كده بسيطه برضو جامد جدا، حلوه قوي 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 بالمنظر ده كده. تغلي بس شويه الميه اللي نزلت دي تشربها، ويبقى عندنا كده لحمه مفرومه جاهزه جدا للبيوري بتاعنا. عبال ده ما يخلص تعالوا نهرس البطاطس بتاعتنا، واقول لكم سر الطعم القوي بتاع البطاطس البري بتاعي اللي الناس اكلته عندي وكانت تشكر فيه قوي، هي حته الزبده. ايوه حته الزبده اللي احنا بنحطها دي بتفرق جدا 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 في الطعم وفي الريحه كمان، وشويه الكريمه برضو اللي محطوطين مع الحليب بعظمه يعني حاجه كده قويه. هي كانت سخنه مولعه بس كنت عايزة أدوب فيها الزبدة، بس مش مشكلة هتدوب أول ما تدخل الفرن على طول كده بالمنظر ده كده. نهرسها كويس، بص بقى وهي سخنة جدا يعني لسه مقشرينها حالا، نحط فيها مكعب زبدة بس، لا لا ممكن أحط دلوقتي حتى لو ما دبش قوي أول ما تدخل الفرن هيدوب معاها عادي جدا مفيش أي مشكلة، أصلا الزبدة بتاعتنا مش جامده قوي يعني احنا مخرجينها بقالها شويه من الفريزر، حته زبده كده ايه حلوه في العادي بحط اكتر يعني بحبها كده كريمي وحلوه. مش عايزين بس ننعكش الدنيا، ممكن نهرسها في حاجه اوسع بقى عشان نهرس براحتنا يعني. تمام جدا كده حلو قوي، ادي تقليبه بس للحمه المفرومه بتاعه البيوري بتاعنا بالمنظر ده. الحاجات اللي على الوش دي الزبده، وزي ما قلت قبل كده ودايما بقول نوع الزبده بيفرق جدا جدا في الطعم، يعني يا سلام بقى نوع زبده كده لذيذ حلو اول ما ينزل في الحله او في الطاسه بياخدني في حته تانية خالص جدا، لان انا بحب قوي الزبده يعني حاجه كده روعه بتحلي اي حاجه تدخل فيها تخليها كده بتروح في حته تانية خالص يعني. اهي الزبده برضو البطاطس بتاعتنا لسه سخنه، فسيحت مكعب الزبده اللي احنا حطيناه، واحنا لسه نحط حته زبده على الوش برضو عشان تاخد لون حلو معانا يعني بالمنظر ده كده. هاخد دي كده كده، عايزاها بقى يعني مهروسه جدا جدا جدا. ممكن كمان ايه عشان نتاكد ان هي مهروسه نحطها في الصفايه بس تكون كبيرة شوية عشان نخلص بسرعة، وننزلها بمعلقة كده وننزلها جامد هتنزل معانا بيوري خالص خالص خالص. بس أنا هنا عادي مش هتضايق لو لسه فيها شوية كده ولا كده، عادي ما فيش أي مشكلة خالص. احنا تقريبا اللحمة بتاعتنا تمام،
دي كده خلاص هنشيلها بس كده. حلو قوي. انا محتاجة بقى حاجة كبيرة شوية اعمل فيها البيري. اوكي مش مشكلة. نعمل كده نهرس كويس. دي مسلوقة في مية وملح بس، مفيش اي حاجة تانية معاه كده اهو. في ناس بقى بتعمل البيوري دي وتحط عليها طبقة بشاميل من فوق، بتبقى لذيذة وكل حاجة بس تقيلة. يعني عارفين بقى في رمضان احنا عايزين برضو ناكل كويس وانه يبقى اكل مغذي كده ولذيذ وكل حاجة، بس ما يبقاش التقل الفظيع ده. يعني ان شاء الله في رمضان كده برضو لما تعملوها مش هتحسوا ان هي تقيلة خالص، يعني تحسوا ان هي ظريفة كده وخفيف. ما نكترش بس فيها الكريمة وما نكترش فيها الزبدة، وانتي هتحبيها على طول. تمام كده تمام. انا بس عاوزة اقول لكم لو في طبق اكبر بنهرس البطاطس دي وبعدين نحط عليها الكريمة في نفس المكان وحتة زبدة برضو محترمة كده، ونقلب ده كله وبعد كده نقسمها على مرتين. انا بس هحط الزبدة الكريمة. طبعا نحط. في هنا سؤال لذيذ قوي قوي قوي. طبعا نقدر نحط. السؤال بيقول لك نقدر نعمل نحط على الحاجات الحلوة دي شوية جبن مختلفة؟ طبعا بارميجان هتبقى عليها فظيعة فظيعة فظيعة، تبقى حلوة قوي قوي. وكمان الجودة، الجودة هتدي تيست عالي جدا كمان على الوش بقى كده وتدي تحميرة حلوة. بس احنا قلنا ايه، نعملها خفيفة لذيذة وفي نفس الوقت ما تبقاش مكلفة بزيادة. حلو كده. حلو. هنا حطينا الكريم على الحليب، انا كنت مدوباهم هنا في بعض. كل ده المفروض يتعمل في حاجة أكبر ونقسمها على مرتين، على جزئين يعني بالمنظر ده كده. نفردها كويس بس وننزل عليها باللحمة المفرومة بتاعتنا اللي احنا معصجينها بزبدة وبصل واللحمه المفرومه ملح وفلفل بس. اللي حابب بقى يرش رشه جوزة الطيب تمام، مفيش مشكله خالص. اللي حابب يعمل اي حاجه يعملها عادي، طبقك بقى وانت حره فيه، اعملي اللي انت عايزاه، المهم تحبيه وانت بتاكلي. كده بالمنظر ده، ريحتها حلوه قوي. كريمي كده ولذيذه، تنفع في غدا، تنفع في عشوه كده بسيطه، مش محتاجة بقى عيش جنبيها ولا محتاجة أي حاجة خالص. يعني مكعب كده كويس من البطاطس بتاعتنا دي كفيل إن هو يشبعك جدا وتبقى لذيذة كده على بالليل برضو. هحط هنا بس مش عايزة أبهدل الدنيا شوية من الحليب بتاعنا والكريمة، هنهرسهم برضو مع بعض بالراحة. نهرس كده مع بعض كويس. أنا عايزة شوية كمان. بالمنظر ده اتاكدي بس ان ما فيهاش اي كتل اي حاجه، عايزينها ايه كريمي كده وزبدي قوي، يعني حاجه كده زبده قوي. بالمنظر ده كده نتاكد ان كله تمام التمام. هاتي شويه الحليب. حلو ده، ريحه الزبده مع اللبن والكريمه حلو قوي، يعني حاجه كده عظيمه، يعني حاجه فخمه كده لذيذه. ممكن في المرحلة دي بقى نحط موتزاريلا، نحط بارميجان، نحط جودة، أي نوع حلو. بس الرومي معاها مش ظريف، يعني الجبنة الرومي معاها مش حلوة خالص. أحلى حاجة معاها الجودة، بتبقى لذيذة خالص. هناخد كده بسم الله، نعمل كده بالمنظر ده. ونفرد بقى على قد ما نقدر. افردي كويس كده بالمنظر ده. ممكن الطبقه اللي فوق بقى نغرقها موتزاريلا، نغرقها جوده، نعمل ميكس ما بينهم كلهم كده مع بعض، هتبقى رائعه رائعه. بس انا بحبها جدا كده مع حتت الزبده بقى فوقيها، بتدي وش خرافي، شكلها حلو قوي وخفيفه الى حد كبير، يعني مش دسمه قوي لدرجه ان احنا نتضايق لو اخذنا منها حته او اتنين. يعني دي حلوه قوي كده.
بالمنظر ده. هروح بس اجيب السكينة ونقطع حتت زبدة كده على الوش معانا عشان تبقى حلوة. اهي السكينة. عايزة بس احط عليها حتت زبدة كده صغيرة من الناحية دي والناحية دي. انتي بقى قللي تزودي زي ما تحبي يعني، بس الزبدة مع الحاجات دي بتدي طعم رائع جدا جدا. وعايزة بس افردها على قد ما اقدر علشان تدينا اللون المطلوب بالمنظر ده. اطلعي شوية، المفروض نسيح الزبدة اكتر بقى. معلش هعملها دلوقتي بظهر المعلقة، هتبقى كريمي خالص، هتبقى سايحة كده مع بعضيها. اصلا البطاطس برضو سخنة الى حد ما مع اللحمة، هتسيح الزبدة دي وتخليها تحفة. ان شاء الله تعجبكم وتبقى وصفة لذيذة وتحبوها زي ما انا حبيتها. تعالي كده بقى بظهر المعلقة ونعمل ايه بقى، نظبطها بالمنظر ده. كده احلى، ونهندمها كده عشان ايه يبقى شكلها لذيذ وظريف واحنا بنقدمها. ريحة الزبدة حلوة قوي، جرت ريقي عشان بحب الحاجات دي قوي بالمنظر ده. تعال بقى نحطها في الفرن ولما تطلع نشوف شكلها يبقى عامل ازاي. يلا نظبطها بس كده، اهي جميلة جميلة جميلة. يلا بينا نشوف نحطها في الفرن. دلوقتي بقى عايزين نقلب تقليبة في الطبق بتاعنا ده، عندنا فاصل عبال ما اقلب التقليبة كده واظبط الدنيا بتاعتي هنا وانضف كده. ارجعوا لي من الفاصل وشوفوا هنعمل ايه، استنوني. ورجعنا لكم مرة تانية من الفاصل، وافكركم كان معانا ايه النهاردة. كان معانا طاجن مسقعة باللحمة المفرومة وكمان بطاطس بيوري. عملنا ايه في اللحمة المفرومة بتاعة المسقعة؟ جبنا حبة زيت من اللي احنا قلينا فيهم البتنجان والفلفل، وممكن كمان نحط بطاطس لو انت تحبي. حطيت بقى حبة زيت كويسين، وبعد كده حطيت بصلاية محترمة كده شوحتها كويس، وبعدين نزلت عليه باللحمة المفرومة. شوحت غيرت لونها، مفيش مية طبعا نزلت منها عشان احنا عملناها على نار عالية بسرعة جدا. نزلنا عليها بمعلقة توم حلوة وشوحنا كويس جدا جدا جدا، وبعدين ملح وفلفل اسود، ما حطيتش اي بهارات تانية عشان بحب التسبيكة كده تبقى واخدة طعم اللحمة مع طعم الزيت بتاع التحمير بتاع البتنجان والفلفل، بتبقى تحفة جدا، مش محتاجة اي بهارات تانية خالص خالص. تمام كده. وبعدين نزلنا عليها بعصير طماطم اتسبك كويس، رشينا رشة ملح، حطينا معلقة ونص صلصة عشان تبقى حمرة كده وشكلها حلو، وبعدين سبتها تتسبك خالص لحد ما أخدت اللون الجميل ده معانا. ويلا بينا نرص الصينية بتاعتنا كده على قد ما نقدر كده ونظبطها. أنا بحب جدا في أرض الطاجن بتاعي اللي هيدخل الفرن أو أرض البايركس اللي معانا نحط شوية لحمة عشان تبقى كده غنية ولذيذة وحلوة. ونرص معانا البتنجان هنا، انا البتنجان ده قطعته رشيت عليه ملح، سبته يعني المفروض نسيبه ساعتين ثلاثة ينزل كل ميته عشان ما يشربش زيت كتير. وبعد كده ممكن تعفريه كده بسن دقيق بسيطة، مش هيشرب معاكي زيت خالص، بس انا هنا ما لحقتش اعمل كده بصراحة فحطيته على طول. كويس، الزيت ده فظيع حلو قوي، ممكن نحطه على الوش برضه عادي هيدينا طعم رائع. الفلفل ده حامي عشان خاطر تبقى مشطشطه كده ايه ولذيذه، تبقى حرشه يعني. هنعمل بالمنظر ده كده، ناخد كل ده
ممكن نضيف كمان بطاطس محمرة، في ناس كتير جدا بتحبها في ناس كتير بتحبها بال انا كنت هنسى اللحمه بحبها بالفلفل قوي ناخد كده وبحب كمان المسقعه في الحله بس من غير لحمه مفرومه بقى من غير اي حاجه خالص، بتبقى رائعه جميله جدا جدا جدا. ننزل بقى ببقيه البتنجان بتاعنا الحلو ده، ريحته حلوه قوي كده. في ناس كمان بتحب عليها طبقه بشاميل برضو بتبقى رائعه يعني حلوه، بس انا بحبها كده جدا وبحب اعملها قوي كده، فقلت اعمل لكم الحاجه اللي انا بحبها ان شاء الله تعجبكم، واتمنى اللي يجربها بقى يقول لي ويبعت لي كده ويقول لي اخباره ايه. دي هناخدها عشان انا على طول بنظف ورايا، ف الرخامه نظيفه. هنشيل دول كده، بس كده ممكن بقى نحط بقيه اللحمه المفرومه دي على الوش، مش هنقول لا، عادي جدا جدا. في هنا بقى حاجة بحب قوي أعملها، ألا وهي إيه؟ طشة ثوم. بحب جدا جدا أعمل طشة ثوم وأحطها كده على الوش، بتبقى حلوة قوي قوي قوي. نعملها دلوقتي مع بعض. أيوة نعمل كده بقى بشوية كده، نعمل بالمنظر ده كده ونسويها بالمنظر ده. يلا كده اهو الحلاوة والشياكة دي بقى هندخلها الفرن، بس هعملها طشة تومة كده في السريع، لذيذة كده وحلوة قوي قوي قوي، مش هتاخد معانا وقت. بنفس الزيت بتاع التحمير عادي جدا جدا، مش هيقول لا لا، الزيت ما اتحرقش ولا حاجة 6 مرات. هناخد كده بالمنظر، فين التوم بتاعي، فين التوم اهو. يلا حته توم كده، الطاجن بتاعي لا يعلى عليه وانا واثقه ان هو يعجب ناس كتير بالمنظر ده كده. عايزاكم تجربوه مش هتندموا، يعني شوية مسقعة جامدين جدا جدا. تعالوا نشوف البيوري اللي في الفرن ونشوف اخباره ايه، ان شاء الله يبقى كويس. يا دوب اهو يعني بيبتدي ياخد لون، هيبقى حلو ان شاء الله قوي قوي قوي. الله ابتدى اهو يقول حاجة، نسيبه بس كده كام دقيقة عبال ما نعمل طاشة التوم بتاعتنا ونحطها، هو ان شاء الله هيبقى كويس. اللي عاوز بقى يظبطها جامد يحط شوية خل، يا سلام رائعة رائعة. بس انا ايه هكتفي بطاشة التوم كده، ليه بقى؟ عشان ماشي، لو حطينا كزبرة هتبقى بتاعت ملوخية، جربي بس مش هتندمي كده. هنا تعالوا نشوف بقى الطاجن بتاعنا ده اخباره ايه، عايزين ناخد معانا ده ونشوف. معانا طبق سلطه برضو لذيذ وجميل، بصوا يعني هفوه بس كمان كمان الحلاوه دي ناقص لها هفوه كمان. نخليه بس هنا كده شويه، وتعالوا اكلمكم على طبق السلطه بتاعي، لذيذ قوي وسهل كده وجميل جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم ان البنجر حاجه عظيمه، حاجه عظيمه جدا جدا جدا. عندنا بقى ايه؟ عندنا بنجر وعندنا طماطم وعندنا بصل اخضر
وعندنا شويه جرجير وبصوت كده. هي السلطه الاساسيه ان احنا ناكل بنجر. هنحط عليها ايه؟ هنحط عليها ليمون، هنحط عليها ملح، ممكن رشه خل بلسمك لو بتحبه، وممكن شويه جزر، اي حاجه تدخل في السلطه مش هتقول لا خالص. يلا بينا نقطع السلطه بتاعتنا كده اهو بالمنظر ده. وناخد البنجر بتاعنا الحلو ده. ده بنجر انا سلقته نص، يعني سبته كده يغلي غلوة كده. انا بسلق البنجر. عندنا سؤال هنا لذيذ، نسلق البنجر بالقشر ولا من غير قشر؟ لا بالقشر، نغسله كويس قوي قوي، وبعد كده نبقى نقشره. مية البنجر بقى نرميها؟ لا طبعا، نعمل بيها ماسك. ندوب فيها معلقة نشا كده على النار، وشوية كده من زيت اللوز الحلو بتاعنا. وبعد كده، ويا سلام بقى لو في مية لبان دكر، يا سلام. اللبان الدكر ده نغليه ونسيبه ينزل المية بتاعته والخلاصة بتاعته، ونقلبه مع النشا مع مية البنجر، ونعمل بيه ماسك رائع رائع، حاجة تحفة جدا. هنغسله بعد قد ايه؟ نغسله بعد لما ينشف كده، ونعمله كده نفرك 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 نفرك، وبعد كده ينزل كل حاجة فيه. يعني ممكن نستبدل، فينا سؤال برضو لذيذ، نقدر نستبدل مية اللبان الدكر بالزيت؟ طبعا هيبقى برضو لذيذ وحلو، يعني مفيد للزيت. اللبان الدكر اصلا لوحده لما بندهنه على الوش كده او ندخله في الماسكات بتاعتنا رائع، حلو جدا جدا. يعني اي حاجة من الطبيعة بتبقى لذيذة جدا جدا، يعني حاجة حلوة قوي. عندنا هنا سؤال بيقول لنا عايزين الطماطم المخللة. دي طبعا لعبتي، يعني الحاجات المخللة دي صديقتي. الطماطم المخللة أهم حاجة وانت جاي تخللي الطماطم تكون طماطم جامدة، يعني قوية، يعني ماسكة نفسها، يعني دي طرية شوية. دي ما تنفعش للتخليل، احنا عايزين طماطم جامدة ناشفة قوي زي دي كده مثلا. دي ناشفة، هنقطعها كده بالمنظر ده شرايح، بس مش للاخر، ما نقطعهاش كده اهو، يعني في يعني دي مش مقطوعه للاخر. حلو كده. ونعمل دقه بقى خطيره جدا من الفلفل الحامي والثوم والليمون والخل، كل ده بقى نضربه في الهون مش في الكبه، في الهون. وبعد كده نعمل بقى التكنيك في ان حاجه تنزل قبل الحاجه، ده المهم جدا. اولا الثوم ياخد دقه محترمه كده كأنك مغلولة من حد بقى وبتطلعيه في الهون بتاعنا، وبعد كده تنزلي عليه بالفلفل الأخضر، نقطعه ترنشات كده وندق بقى جامد بقى. أكتر حاجة عندك، أيوه بالظبط، يعني حد مغلول فيه وتدي تدي تدي كده، يطحنوا كده مع بعض، وبعد كده تنزلي عليهم بعصرة ليمون، رشة خل أبيض، وتحشي بقى بيهم الحاجات الحلوة دي. ما تحطيش أي إضافة تانية، دي حاجة عظيمة جدا جدا جدا. تعالوا معايا نشوف الطاجن الحلو ده، وبعد كده نحشي بيه الطماطمايه، ونسيب الطماطم كده أقل من ربع ساعة. ليه بقى؟ الطماطمايه رقيقة حلوة. ده التخليل الطماطم يعني. لا لا، ما تقعدش في التلاجة خالص، لا. الناس هنا بتقول لي بتقعد في التلاجة، لا خالص. لما الطماطم تقعد شوية في التلاجة بتطرى، والخل والليمون هيسووها بسرعه، فمش هتبقى حلوه. لما تبقى ميه ميه كده مش هتتاكل، لكن هي حلاوتها ان احنا ناكلها وهي سليمه كده. تعالوا معايا نشوف الفرن كده ونشوف اخباره ايه. من عينيا الاتنين، تعالوا بقى نمسك الطاجن اللذيذ الجامد ده. الله الله الله، يجنن، حلو قوي. هي كده تمام، عايزه احطه هنا كده حلو، ولا ممكن نكسر حاجة؟ بسم الله، ده اللي مسقع البيوري. لا ايوه شيكت، انا خايفة بس احطه على حاجة، لازم حاجة عشان ما يفرقعش مننا. وهنحط دي علشان خاطر
احنا عارفين ان البايركس لما بتحط على حاجة ساقعة ممكن يفرقع يا جماعة ولا ايه؟ فاحنا الجمال ده، بسم الله، ايه رأيكم في الحلويات دي؟ رائعة، خطيرة. نرجع بقى تاني للتخليل، البتنجان المخلل وحلاوة البتنجان المخلل مع طاجن بامية مع شوية ملوخية خضراء، يا سلام، حاجة كده فوق الرائعة، حاجة كده جميلة جدا جدا. البتنجان المخلل بقى بتاعي بنحمره في الزيت، لا بنسلقه ولا بنحطه في الفرن. حلاوة البتنجان المخلل لما ينزل في الزيت السخن كده ياخد لون ذهبي حلو، وبعد كده نعمل الدقة بتاعته اللي هي عبارة عن ايه؟ برضو نفس الكلام، توم مدقوق كويس قوي في الهون مش في الكبة عشان طعمه بيختلف جدا جدا، وننزل عليه بالفلفل الحامي اللي هو شبه ده كده، برضو نقطعه كده كده، هنقطع شوية للبنجر، هنقطعه كده بالمنظر ده، ونهرسه برضو في ندقه كويس جدا جدا في الثوم، ننزل عليه بملح وليمون ورشة خل أبيض كده حلوة، ونحشي بيه البتنجانية بس بعد ما تبرد. ليه يعني ليه ما نحشيهوش هو سخن؟ الثوم هيستوي، يعني الثوم هياخد من السخونية اللي جوه البتنجانية نفسها، فاحنا نقليه نسيبه يهدى شوية، ونكون عملنا الدقة اللي أنا قلت لكم عليها اللي هي عبارة عن ثوم وفلفل أخضر ليمون ملح طبعا اكيد، وكل ده كله نسيبه على جنب، البتنجان يهدى شويه من السخونيه، ونبتدي نحشي بيه، يكون بارد، لازم يكون بارد، ويبقى عندنا احلى بتنجان مخلل. ادي هنا، لا لا كله مستوي وكله تمام، هو بس ايه طاجننا الجميل ده يخرج من الفرن حالا، نكون احنا قطعنا كده شوية بصل اخضر حلوين للمناعة، ونعلي المناعة بتاعتنا كده، وايه ولذاذة. والنوع السلطة ده ممكن نحط فيه معاه الذرة الحلوة، يعني سويت كورن، يعني علبة سويت كورن كده حلوة، وندخلها جوه الطبق بتاعنا ونضيفها عليها، تدي قيمة غذائية عالية، وفي نفس الوقت يبقى شكله حلو، في اصفر واخضر واحمر كده، ويبقى كل حاجة شكلها لذيذ وجميلة. انا هنا بحط الحاجات تاني عادي بالمنظر ده. هاتي بقى طماطمية اللي احنا قطعناها دي، فين اهي، ونضيفها على طبق السلطة بتاعنا بالمنظر ده. اي حاجة، دي سلطة لذيذة، اي حاجة تمشي معاها مش هتقول لا، يعني طبق السلطة حلاوته كده يكون مليان الوان، مليان فيتامين، مليان حاجات ايه حلوه كده، مش هيقول لا خالص. في هنا واحده ما اتقطعتش، مش هيقول لا. احنا طبعا حاطين طاجن المسقعه او بايركس المسقعه في الفرن، ياخد بس يا دوب لون كده بسيط، احنا كل حاجه فيه مستويه ومتسبكه وكله تمام تمام، يعني ما فيهوش اي حاجه محتاجه ان هي تتسوى، انا بس عايزاه ياخد لون وهيبقى عظيم. عملنا المسقعه ازاي؟ قلينا البتنجان وقلينا الفلفل، عملنا تسبيكه سهله ولذيذه جدا وبسيطه وما فيهاش اي حاجه خالص. عملنا ايه؟ حطينا شويه زيت من اللي احنا قلينا بيهم البتنجان والفلفل، وبعدين دخلنا عليهم بصلايه اتحمرت كويس، وبعدين نزلنا باللحمه المفرومه، وبعد كده عملنا ايه؟ قلبنا اللحمه المفرومه دي كويس جدا جدا، وبعدين نزلنا بمعلقه ثوم مهروس مدقوق يعني، وبعد كده رحنا مشوحين كله مع بعضيه، ونزلنا عليه بنص كيلو طماطم مضروبه في الكبه في الخلاط زي ما انتم حابين، وبعد كده سيبناها تتسبك. ازاي بقى؟ حطينا فيها معلقه بيوري بتاع الطماطم اللي هي الصلصه يعني، وبعدين حطينا، هاتوا شويه الجرجير دول برضو مش هيقولوا لا، يلا يلا حالا حالا، شوية جرجير كده حلوين أخضر كده يكسر الألوان الحمراء بتاعتنا، مش هيقول لا. وبالبقدونس كمان مع السلطة دي بيبقى طعمه جميل جدا جدا، يعني أي حاجة كده مع السلطة ما بتقولش لا، صح ولا إيه؟ نقلب بقى ده تقليبة، وبعدين نروح نشوف الفرن بتاعنا، وادي أكلتنا خلصت
بسرعه جدا، ما خدتش معانا وقت، ما خدتش معانا اي حاجه خالص. وطبق السلطه زي ما احنا قلنا طبق يعني مهم، مهم قوي على السفره بتاعتنا ايا كان نوع السلطه، سلطه جرجير وطماطم، سلطه خس فيها بقى كل الحاجات الحلوه، فلفل الوان وفلفل اخضر حراق طبعا عشان ده صديقي وحبيبي جدا، يعني اي حاجه مش هتقول لا خالص. وادي طبق سلطه شهي لذيذ، هنعصر عليه ليمونه وشويه ملح صغيرين وشويه خل بلسمك عشان بيدي طعم رائع جدا لاطباق السلطه. نرجع دول ونروح نشوف الطاجن بتاعنا اللذيذ العبقري اللي هو المسقعه بالثوم، ويا سلام بقى لو عليها شويه خل، حاجه رائعه جدا جدا جدا. ادي طبق السلطه بتاعنا، عايزه بس ارتب شكل الطبق علشان يبقى شكله لذيذ ونظيف. الله رائع، يلا بينا نروح نشوف الطاجن بتاعنا ونشوف اخباره ايه. عايزين بس حاجه كده عشان البايركس بتاعنا ما يحصل لهوش حاجه. خلي ده كده في النص، هاتي ده كده، يلا بينا نشوف طاجن المسقعة العظيم بتاعنا عامل ازاي. الله رائع، انا بس خايفة اتلسع. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله، مش عايزة اوصف لكم الريحة، يعني مش قادرة من حلاوتها اوصفها لكم، حاجة كده عظيمة يعني. ريقي جري عليها من كتر حلاوتها بالمنظر ده كده اهو. هنعيد بسرعة بسرعة بسرعة، احنا عملنا ايه؟ عملنا طاجن البطاطس البيوري او بايركس، مش عارفة ليه مسميه على طول طاجن البايركس البيوري بتاعنا، بطاطس مهروسة، بطاطس مسلوقة بملح ومية بس خالص، وبعد كده هرسناها كويس قوي مع مكعب زبدة محترم كده وحلو، وبعد كده عملناها كده جامد، هرسناها كويس قوي، وما ينفعش نعملها لا بالهاند بلندر ولا بالكبة خالص، بتعمل زي عرق وده مش هيبقى حلو خالص لا في الأكل ولا في الشكل يعني. نهرسها بالشوكة كده مع بعض، وبعد كده حاطين عليها مكعب من الزبدة وشوية كريمة وشوية حليب، قلبنا كل ده كله، قسمناه على جزئين وحطينا في النص لحمة مفرومة متعصجة ببصلة، معلقة وحتة زبدة محترمة، بصلاية شوحنا كويس ونزلنا باللحمة المفرومة. حطينا توابل ايه؟ حطينا ملح وفلفل اسود، ممكن رشة جوزة الطيب بسيطة، اكتر من كده لأ، هتغطي على طعم اللحمة والزبدة والكريمة اللي موجودين. بعد كده حطيناها، غطينا بقى الجزء الثاني بتاعها من على الوش عشان هي كده جزئين، ممكن بقى انت تجودي من عندك، تحطي رشه جبن، تحطي ميكس جبن مع بعضيه، بتبقى تحفه جدا جدا. طاجن المسقعه الخرافي بتاعي اللذيذ عباره عن ايه؟ بتنجان مقلي في زيت، في زيت مش ما حطيتوش في الفرن ولا حتى شويته، وحطيت معايا شويه فلفل حاميين كده ومشطشطين ولزاز جدا جدا، وبعد كده عملنا تسبيكه اللحمه المفرومه، بصل مع الزيت اللي احنا عملنا بيه كويس ونزلنا باللحمه، وبعد كده معلقه ثوم كويسه، وبعد كده نزلنا بعصير الطماطم، معلقه بيوري من الطماطم يعني صلصه الطماطم، ورشه ملح وفلفل اسود وبس، وعملناه على الطاجن زي ما احنا شايفين. وفي الاخر خالص عملت طشه ثوم كده بسيطه وحطيتها على الوش ودخلتها الفرن، ودي كانت وصفتنا النهارده. اتمنى تكون عجبتكم، كنت معاكم ريحه بوجدي، ان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده من مطبخ لايف. باي باي.